احنا بالكويت عندنا التموين صح، حليب، عيش، شكر، عدس، جبن، يعني الحمد لله مو مقصره الحكومه. البعض ياخذ هذا التموين ويروح يبيعه بحفر الباطن في السعوديه. زين، مو السعوديه عندهم المواد الغذائيه حسب ما اعرف انها ارخص من الكويت، ايش مالها التموين ياخذونه من الكويت ويروح يبيعونه هناك؟ من هم هذولا؟ ومن يبيعه هناك؟ وشي وصله هناك؟ انتم تعرفون الاجابه، اعطوني التقرير.